بمناسبة النصف من شعبان تحولت مدينة الطفل بدبي إلى منصة تراثية تزينت بلوحات رائعة رسمها أطفال جاءوا من مختلف مناطق الدولة. أطفال جاءوا للاحتفال بمناسبة حق الليلة والتباهي بالأزياء التقليدية والأكياس الزاهية الممتلئة بالحلويات والمكسرات. مدينة الطفل تابعة لبلدية دبي قد نظمت اليوم فعاليات مناسبة النصف من شعبان اللي هو فعاليات حق الليلة. فعالياتنا متنوعة منها طبعا الفرقة الحربية وتوزيع حلويات حق الليلة، وأيضا فعاليات متنوعة في مسرح مدينة الطفل، ومنها مسابقة أجمل حقيبة، وأيضا عندنا العديد من الفقرات والمسابقات التراثية وعروض الأزياء التراثية على مسرح مدينة الطفل. احنا جينا مع الأهل مدينة الطفل عشان في فعاليات مناسبة من مدرسة الشارقة النموذجية. نحن جينا مني عشان نلعب وتشوف في فعاليات شفنا مسرحيات في مدينة الطفل. كانت الاحتفالات حلوة اليوم. مدينة الطفل بحديقة الطفل ولعبنا وفرحنا هذا اليوم حق الليلة. جايين مع الأهل عشان يوم حق الليلة، كان في فعاليات وناسة كان ومركز الطفل مدينة الطفل. نحن جينا عيد نورمالي.